لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. بالعباد يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة سراج الظلمة وأبا الأئمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. كيف يرجى السلم من دهر على أهل بيت الوحي قد شن المغارة. لم يخلف أحمد إلا ابنتان ولكان أوصى بها القوم مرارا. غصبوها حقها جهرا يا ويلي. غصبوها يا حقها جهرا. ومن عجب أن تغصب الزهراء من سعى في ظلمها من راعها من على فاطمة الزهراء جارا. من غدا ظلما على الدار التي اتخذتها الإنس والجن مزارا. وعليها هجم القوم ولا تكلا ذات لا وعلياها الخمار. لست أنساها ويا لهفي لها إذ وراء الباب لاذت كي توارى. ماذا فعل بها؟ يقول فتك الرجس على الباب ولا فتك الرجس على الباب ولا تسألا عما جرى. ثم وصار بعدش عندك يا شاعر يقول لا تسلني كيف ردوا ضلعها واسأل
واسألن الباب عنها والجدار. بعد يا سيد انت فقيه، هذه القصيدة للسيد صدر الدين الصدر، يقول واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راحة جبارة. بعد عندنا سؤال يقول واسألن لؤلؤ قرطيها لما انتثرت، واسألن لؤلؤ قرطيها لما انتثرت. بعد والعين لم تشكح مرارا، وهل المسمار موتور لها، وهل المسمار موتور لها. صارني وسقط المحسن وصدر العار، عصرني وسقط المحسن وصدر العار. آي الباب وفتك بسمارها، يقول للنجار ليش يا النجار ما عندك حساب تترك المسمار طالع ورا الباب. لوين خلفي بيا صدور صوب صواب صدر روحي المصطفى مختارها. بعد ايش عندك يا شاعر يقول بايا اب من جذوع وذجيلة وزين، لو هوت عالقاع ترجنها رجل طبقت على ام الحسن طبق الجفين، وقام يعصرها الزنين عصر بنتي المصطفى وطق الضلع نبت مسمار الهضم ما ينشلع. بعد سقط محسن هل ما تم، سقط محسن هل تزيح صار من دمي الصدر تغسيل. يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهل وما بقى لي فكر، يا الباب اريد انشدك ويا المحسن سكر، يا الباب محسن سقاط يا معتبة الباب. يا امر على عبده وضربني ومن ضربت للقاب قلبه ولا رحم.
أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من الأمور التي تعرض إليها الفقهاء وأعلام مدرسة أهل البيت عليهم السلام الحديث مفصلا عن تسبيح فاطمة، فقال الفقهاء بأن هذا التسبيح هو أفضل تعقيب بعد الصلاة، بدليل بعض الروايات التي تقول لو كان هناك شيء أفضل من هذا التسبيح لوهب ذلك رسول الله لفاطمة. هذا مو تحليل، هذه رواية بأن هذه الهبة من النبي فيها دلالة على أن هذا التعقيب هو أفضل شيء. احنا قبل لا نذكر الخصائص التكوينية والمعنوية لتسبيح الزهراء نريد أن نبين إثارة مهمة جدا، هذه الإثارة تحتاج إلى معالجة معرفية. خلاصة هذه الإثارة، ما هو منشأ تسبيح فاطمة سلام الله عليها؟ يعني كيف نشأت هذه المفردة العبادية؟ من المعروف بأن الزهراء سلام الله عليها حينما كانت تعمل في أمور منزلها كما تقول رواية الشيخ الصدوق حتى مجلت يدها أو يداها وتقرحت إلى آخر ذلك، بحيث تقول الرواية وأصابها من ذلك ضرر شديد، ماذا عملت؟ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال لها ألا أعلمك شيئاً خيرا من الخادمة، فعلمها ذلك التسبيح. هنا يأتي التساؤل، ما هو الربط بين طلب الزهراء وبين إجابة النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني بعبارة أخرى، لا سنخية بين الطلب المتمثل في الخادمة وبين جواب النبي. الزهراء تريد خادمة، فكيف النبي يقول لها ألا أعلمك شيئاً خيراً من الخادمة؟ التفت لو لا، لابد أن يكون هناك دائماً تسانخ ومناسبة بين الطلب والجواب. في الوهلة الأولى قد نقول بأن السنخية في المقام مفقودة، لأن الخادمة أمر مادي وتسبيحة الزهراء أمر معنوي ولا ربط بينهما. هذا واضح لو لا؟ إنزين، فماذا نجيب وماذا نقول؟ نقول من الوجوه التي قد تدفع هذه الإشكالية هذا البيان، طلب الخادمة، اقتناء الخادمة من الأمور المباحة في الإسلام، أمر مباح ولكنه ليس بواجب ولا مستحب، مباح. أن الإنسان إذا أراد أن يقتني لنفسه خادما
أو خادمة هذا أمر مباح، لكن التفت إلى الجانب الأخلاقي لاقتناء الخادمة. هل بالك يمهني؟ أنت لما تقتني الخادمة أو الخادم تشعر ولو في يوم ما بأن لك سلطنة على هذا الإنسان، صحيح لو لا؟ أنت من طبعك أن تستشعر بهذا الشعور أن هناك إنسان مملوك لك ولو في العمل، قد ما يكون مملوك ذاتان، قد يكون مملوك لك في مقام العمل، يعني جميع الأمور التي يأتي بها هي مملوكة لك في مقام العمل. هذا الشعور الباطني قد يكون مخالف لأمر أخلاقي. لذا ليش تقول الرواية ارحموا عزيز قوم ذل؟ ليش ارحموا؟ من وين الرحمة؟ بأي معنى الرحمة؟ يمكن أنت تتعامل مع هذا الخادم معاملة حسنة، لكن نفس اقتنائك لهذا الخادم لهذه الخادمة هناك شيء من هذا الشعور. فالنبي صلى الله عليه وآله يريد يرفع هذا الشعور عن سيدة نساء العالمين ألا وهي الزهراء، فقال لها ألا أعلمك شيئا خيرا من الخادمة. بعبارة ثانية، يشترط في البدل أن يقوم مقام المبدل منه، يعني إذا النبي يريد أن يعطي الزهراء بدلا لازم هذا البدل يعوضها عن المبدل منه. بعبارة ثالثة، كأنما تسبيح فاطمة لا يلحظ فيه البعد المعنوي فقط، بل فيه آثار تكوينية، من ضمن هذه الآثار أن يرتفع التعب عن الزهراء سلام الله عليها، وإلا يكون جواب النبي لا ربط به مع طلب الزهراء. هذا الكلام واضح لو لا؟ هذه المسألة مهمة، شلون الزهراء تطلب الخادمة والنبي يقول لها ألا أعلمك؟ إذن هذا التعليم يرفع الضرر عن الزهراء. من هنا ينفتح عندنا باب، شنو هذا الباب؟ أن الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها آثار وضعية. كيف؟ أعطيك مثال قبل لا أبين الآثار الوضعية لتسبيحة الزهراء. هنا وقع بحث بين الأعلام، قالوا لو تناول الإنسان الأكل في سوق المسلمين، أنت قاعد تمشي في سوق المسلمين وتناولت لحما على أن هذا اللحم لحم مذكى، وصلت إلى البيت اتضح لك بأن هذا اللحم غير مذكى، طلع هذا اللحم مو مذبوح وفق الطريقة الإسلامية، أو طلع هذا اللحم لحم خنزير وما شابه ذلك، هل هذا الإنسان مأثوم؟ نقول قطعا مو مأثوم. ليش؟ لأن الشارع المقدس هو الذي أمره أن يأكل من سوق المسلمين. شلون يقول له أنت كل من سوق المسلمين لكن إذا طلع حرام أنا ما أتحمل المسؤولية؟ هذا خلاف خطاب الشارع، واضح له؟ لا، ما يصير يقول له كل من سوق المسلمين لكن أنا ما إلي دخل، هذا واضح. لكن هل يصاب هذا الإنسان بأثر وضعي في قلبه وفي روحه أم لا؟ يعني هذا الإنسان اللي يتناول الحرام وهو جاهل يقول أنا ما أدري، أنا رحت بيت فلان هذا مؤمن وهذا فلان أيضا ما يدري. هنا وقع البحث، قالوا هل يتأثر؟ بالتالي إذا قلنا يتأثر يعني يسلب منه الخشوع، إذا قلنا يتأثر تقول دموعه خوفا من الله، تقول دموعه في مصائب أهل البيت، أو نقول ما يتأثر. هذا بحث التأثر يسمونه الآثار الوضعية. احنا نقول ما يتأثر، نقول الإنسان
اللي يتناول الحرام وهو جاهل لا يتأثر. تقول عجيب، شلون ما يتأثر؟ اللي يأكل السم وهو جاهل يتأثر لو لا؟ أسألكم، يتأثر. اللي يشرب الخمر وهو جاهل يتأثر أم لا؟ يتأثر. فكذلك من أكل الحرام وهو جاهل، نقول هذا قياس مع الفارق. تقول شلون؟ نقول الآثار تنقسم إلى قسمين، عندنا آثار تكوينية مادية وعندنا آثار وضعية معنوية. بالنسبة لمن يتناول السم ويتأثر، لأن السم أثر مادي تكويني، بينما البعد المعنوي لا ربط له بالبعد التكويني. أعطيك مثال قرآني واضح وصريح، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى شنو؟ ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا بعد وسيصلون سعيرا. إهني علماء التفسير قالوا يعني شنو إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ اللي يأكل الحرام هل يستشعر بوجود نار في معدته؟ لا، هذه كناية عن الآثار الوضعية لأكل الحرام. كما أن النار تحرق، فمن أكل الحرام أيضا ماذا؟ يحترق في مقام العمل، ما يستشعر بلذة العبادة. يقول واحد يمكن المراد، خل بالك يا أمي هذا البحث جدا دقيق، يقول واحد يمكن المراد من إنما يأكلون نارا يعني نار جهنم. نقول له لا، مو الآية تقول وسيصلون سعيرا، خلاص جهنم يعني يصلون سعيرا. إذن يتعين بأن المراد من إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني الأثر الوضعي، لكن هذا الأثر الوضعي لمن؟ لمن كان عالما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني يعلم بأن هذا مال اليتيم فيأكله فيتأثر. إنزين، من أكل مال اليتيم وهو لا يعلم بأن هذا مال اليتيم يتأثر لو لا؟ ما يتأثر، لأنه ليس ظالم. هذا واضح لو مو واضح؟ نقول كذلك من أكل الحرام وهو جاهل لا يتأثر، لأنه ليس بظالم. مضافا إلى بعض الأدلة تحتاج إلى محاضرة مستقلة. نقول كذلك تسبيح الزهراء، ترى تسبيح الزهراء مو فقط لها آثار معنوية عبادية، لا، لها آثار تكوينية ومادية. من ضمن تلك الآثار كما جاء في بعض الروايات أن تسبيحة الزهراء سلام الله عليها تبعد الأحلام المسيئة. لذا يستحب أن الإنسان قبل النوم يسبح تسبيح فاطمة. من هنا الفقهاء قالوا ترى تسبيحة الزهراء مو فقط بعد الصلاة، لا، في كل وقت. الشيخ الأراكي رحمة الله عليه ينقل عنه هكذا يقول: إذا كانت تستعصيني مسألة علمية فكنت أسبح تسبيحة الزهراء. هذه التسبيحة اللي إحنا للأسف نجهلها. شوف المؤمنين بعد صلاة الجماعة، بعد صلاة الفرادى، ما إن ينتهي من التكبير إلا وانشغل بجهازه بهاتفه. عجيب. شو تقول الآية؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العرب في زمان الجاهلية عقب ما كانوا ينتهون من مناسك الحج شو يسوون؟ يفتخرون بآبائهم. هذا يقول أنا من العائلة الفلانية، ذاك يقول أنا من العائلة الكذائية. قال لهم الله ترى أنتم في مكان عظيم، في منسك جدا عظيم، فاذكروا الله. إهني علماء اللغة يعلقون يقولون ليش الآية قالت فاذكروا الله، ليش ما قالت ثم اذكروا الله؟ يقولون هذه الفاء تفيد الترتيب من دون تراخي،
يعني بعد الانتهاء من مناسك الحج مباشرة لا تخلي منطقة للفراغ، فاذكروا الله. بعد الانتهاء من صلاة الجماعة، بعد الانتهاء من صلاة الفرادة، لا تخلي منطقة للفراغ. الشيطان يستغل هاي المنطقة، فاذكروا الله. ما قالت ثم اذكروا الله. وهذه التسبيحة فيها الخير الكثير، بحيث يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة كما نأمرهم بالصلاة، وما لزمها عبد فشقي. إذن الأثر الأول أن تسبيحة الزهراء تنفع لدفع الرؤى المخيفة المؤذية. ويجون بعض الأحيان أطفال صغار يقول لي والديه ترى أنا شفت رؤيا في الليل. صحيح لو لا؟ علاج ذلك تسبيحة الزهراء، مثل ما يقول الإمام نأمر صبياننا، حتما هناك فائدة. وإلا الإمام لا يأمر بشيء لا ملاك فيه لا نفع فيه. انزل نجي إلى الفائدة الثانية حتى لا نطيل كثيرا. يدخل أحدهم على الإمام الصادق سلام الله عليه فيتكلم معه الإمام، لكن كأنما هذا الداخل على الإمام ما سمع كلامه، يعني ما سمع كلام الإمام، لعل عنده ماذا شيء في أذنه. فقال له: أين أنت من تسبيح فاطمة؟ شوف أين أنت من تسبيح فاطمة، يعني هذا التسبيح مو فقط ينفع للتقرب إلى الله، بل له ماذا فوائد مادية. الخصوصية الثالثة في بعض الروايات أن تسبيح فاطمة ينفع ماذا للعجز البدني. عندنا رواية الإمام سلام الله عليه يقول له: عليك بتسبيح فاطمة. إذن الأمور المعنوية فيها آثار مادية أيضا. ولذا تقول الآية مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. تسبيحة الزهراء من أفضل مصادق التسبيح. في عرض ذلك الروايات تأمر بأن تسبيح فاطمة إذا كان هذا التسبيح من تربة الإمام الحسين، هناك روايات، فإن هذه التربة تسبح لنفسها، يعني نفس وجودها عندك في جيبك هناك تسبيح. الحين يقول واحد: شلون يعني؟ خب هذه أمور إلهية مو بيد الإنسان. يقول: أنا ما أصدق. خب لا تصدق، أنت ما تصدق لا تصدق، عقلك في مشكلة. أنت مو لازم كل شيء تخضعه للعاقل. إذا سألك سائل ليش صلاة الظهر 4 ركعات، عندك دليل عقلي؟ ما تقدر، ما تقدر. ليش لازم نركع قبل السجود؟ جيب لي دليل عقلي. خب عيني، مو كل شيء يحتاج إلى العقل. مصادر المعرفة قد تكون تعبدية تحتاج إلى رواية، وقد تكون عقلية أيضا. هذه الرواية عجيبة، ترى أن الإنسان لما يحمل المسبحة بنية أن يسبح تسبيح فاطمة، هذا يحصل على أمرين. الأمر الأول أن اقتناء تربة الحسين من باب الحرز كما في الروايات. الشيخ الحائري رحمة الله عليه، مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة، انتشرت له مقاطع من الصور، كان يضع شيئا من تراب الإمام الحسين في عمامته. ليش؟ هذا حرزون لدفع البلاء. إنزين، إذا أنت حملت تربة الإمام الحسين على هيئة المسبحة، هم هذا حرزون، وهم هذه المسبحة تسبح لوحدها. احنا نحتاج نتعمق في هاي الروايات.
كي نبعد عن أنفسنا البلاء والضر. إذن تسبيح فاطمة، وما أدراك ما تسبيح فاطمة. إذن كل واحد من الآباء لازم يعلم ابنه، يقول له بابا أنت كل ليلة قبل لا تنام ائتي بالتكبير 34 مرة، والحمد 33، والسبحان الله 33، ما يأخذ من وقتك ولا من وقته، ويبقى هذا الولد في حالة الأمان إن شاء الله. ليش؟ لأن هاي التسبيح من مصاديق ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولازم نحافظ عليها، جدا مهمة، جدا جدا جدا. من هنا الفقهاء ذكروا لها أحكام فقهية أيضا، ونختم بهذا المحور. قالوا تسبيحة الزهراء لها أحكام فقهية. مثلا لو شك الإنسان الآن هو في التكبيرة، قال ما أدري أنا هل أتيت بالتكبيرة 32 مرة لو 33 مرة، شو يسوي؟ ما هي وظيفته؟ شو تقولون؟ عند شك يقول التكبيرة مستحبة 34 مرة، صحيح لو لا؟ أنا الآن عندي شك، ما أدري هل أتيت بالتكبيرة 32 لو 33 لو 34. قال الفقهاء في هذه الحالة يبني على الأقل، يعني على كم؟ على 32، فيأتي بال 33 وال 34. هذا إذا شك وهو ما زال في الله أكبر، لكن إذا دخل في الحمد لله وشك في التكبير بعد ما يعتني بالشك. هذه الأحكام من يذكرها؟ صاحب العروة السيد اليزدي رحمة الله عليه. تعرف تسبيحة الزهراء لها أحكام أيضا. نعم عندنا بعض الروايات تقول إذا نسي الإنسان فليعد، هذا بعد أفضل وأفضل. تدري ليش فليعد؟ هذه التسبيحة فيها سر، أنت لما تزين أو تنقص لعلك لا تأخذ تمام تلك الأسرار. هذا مثل الدواء، لما يقول لك الطبيب أنت خذ من هذا القرص ومن ذاك القرص، أنت تقول له أنا راح أخذ من هذين القرصين لكن راح أزين، يقول لك لا، هذه الزيادة تؤثر سلباً. ولذا الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه الخصوصية. ترى مسألة الخصوصيات موجودة عندنا في الأدبيات الروائية، كذلك أعطى النبي ليلة القدر. شوف تقول الرواية بأن النبي رأى أن القردة والخنازير تنزو على منبره، فأعطاه الله ليلة القدر. وش تقول الآية؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الألف شهر تساوي حاكمية بني أمية، يقول له الله احنا أعطيناك شيء أفضل من تلك الحاكمية. ليش؟ لأن الابتلاءات التي تعرض لها النبي ليست قليلة، فيعوضه الله. مثل الإمام الحسين، يا أبا عبد الله إن لك مقاما لن تناله إلا بشنو؟ بالبلاء، يعني الشهادة. فجعل الشفاء في تربته، استجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته، وفي بعض المقولات ولا يحسب من أيام زائريه، يعني إذا تزور الإمام الحسين ما محسوب من عمرك، ولعل هذا قلته في إحدى المناسبات عندكم. كذلك الزهراء، يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك، يعني نجحت في الامتحان فأعطاها ما أعطاها، أعطاها الخير الكثير. هناك مضمون رواية، مقطع من محاضرة أستاذنا آية الله الشيخ الوحيد، ينقل بأن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الزهراء: إذا استقر بك الأمر في الجنة فيزورك آدم من الأنبياء وما دونه،
الله أكبر. من هي الزهراء؟ كي يزورها آدم أبو الأنبياء. ليش؟ أنت اتأمل في مصائب الزهراء، ليست قليلة. امرأة في ريعان شبابها، تقول الروايات صارت كالخيار. أنا أنقل لك رواية جدا عجيبة، تعرف كيف شيعة أهل البيت في زمان الأئمة كانوا مرتبطين بالزهراء. يقول بشار المكاري، هذه الرواية من ينقلها؟ ينقلها صاحب المزار المشهدي، هذا كتاب المزار هو اللي نقل دعاء الندبة، المصدر الذي نقل دعاء الندبة كتاب المزار للمشهدي. يقول بشار المكاري، أنا واقعا ما أقدر أقرأ هذه الرواية، جدا حزينة. يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه وإذا به يأكل الرطب، ويقول الرطب الطبرزد، هذا نوع من أنواع الرطب. فقال أذن يا بشار، يعني تفضل، قلت هنأك الله. يقول الإمام استشعر بأنني حزين مهموم، قال ما بك يا بشار؟ إيش بيك؟ ليس زعلان؟ قال يا ابن رسول الله، رأيت امرأة يضربها جلواز. شفت امرأة أكو جلواز يضربها؟ فقال الإمام ولم ضربها؟ قال حينما عثرت قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة. تقول الرواية فبكى الإمام الصادق حتى ابتلت لحيته من الدموع. شوف غيرة الإمام على امرأة قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة حينما تعذرت. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، يدخل السكوني، وهو معروف السكوني من الرواة ومو من مدرسة أهل البيت، من المدرسة الأخرى، ولكنه كان ثقة في حديثه. السكوني يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وإذا به أيضا مهموم ومغموم. قال مما همك يا سكوني؟ قال رزقني الله بنتك. قال عجيب، لازم تفرح يا سكوني، على الأرض ثقلها على الله رزقها. شوف سؤال الإمام، قال ما أسميتها؟ قال فاطمة. تقول الرواية فقال آه آه. فقال يا سكوني لا تضربها ولا تشتمها. شوف ارتباط الأئمة أيضا بأمهم فاطمة. أقول لو كانوا الأئمة موجودين وشافوا تلك الحوادث ماذا فعلوا؟ يقول ذلك الرجل حينما دخل دار الزهراء بعد أن رفس الباب، يقول أحسست بوجودها خلف الباب، كاد قلبي أن يلين، فتذكرت سحر محمد فعصرتها بين الباب. هو نفسه يقول، هو نفسه يقول ثم استقبلتني بوجه أعشى بصري نورا، فوضعت يميني فلطمتها لطما. الله أكبر، حتى أسقط جنينها. إذا يقول وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويدخل الخول. قال سليمان قلت يا سلمان رويا. قال سليمان قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يا
تسمع الناس صوتي والجزم خلف الباب ليش مجمعينه كلها بشب النار قالت شبها عليه وارحل يا خاين هالعهد للنار تصلي وين المصيبة قلبك يتحمل لولا بانت أناملها وخذ صوتها وضربها بانت أناملها وخذ صوتها وضربها وقالها يا فاطم حجر تجلد نطبها بعد حط قوتها لا يوسدها على خد الماء
زينب ها والصحيدار من ينزلها القبور لا يوسدها على خد من سطور بعد بدلايل جم ضلع هل من كسور جروح فاطم علمة مرسومة جاء أمير المؤمنين وإذا بزينب واقفة خلف الباب تقول هالباب شيله شيله واشلع المسمار منه هالباب شيله شيله واشلع المسمار منه خوف يصوبنا مثل ما صوبنا او ما يصوبك يا علي وتروح انت في هذا اليوم معك امير المؤمنين معك الحزن والحسن لكن في يوم العاشر من معك تلتفت يمينا فترى الحسين جثة بلا تلتفت شمالا فاذا بها ترى العباس مقطع اليمين والشمال شو تسوي زينب تلتفت ناحية المدينة صاحت يا حسن يا يوم تعالي وشوف بكربلاء ايش سوى بحالي وشوف يا اخوتي مشتلك باغي واذا بالنداء يا زينب مو بعيدة وشفت حسين من عزار وريدة أنا ثلاثة أيام ساكن البيدة شو تسوين يا زهراء نوبة أدور خلص ريدة ونوبة أدور جف عضيدة تقول زينب لأمها عندي بعض طلبين يا ام حسن يا يما دقومي مسرعه خل اروح وياك يم المشرعه نشوف ابو فاضل تشوفه مقطعه يما طاعت يا بنت وشمال بعد شتريدين يا زينب يم حسن يمي تقومي لسري لا يعوقك عني تراب البقي خل نروح نشوف عبد الله الرضي يم حسن يمي تقومي لسري لا يعوقيك عني تراب البقيع خل نروح نشوف عبد الله الرضي شلون قاطع رقبته جتاله حسين مجدلا وقد مات عطشانا بشرط فرايتي أنقل إليك هذا الموقف وأسألك الدعاء حينما وقع العباس على بوغاء كربلاء
جاء عنده الحسين قال له أخي أين يمينه يقل على العلم حط درعاني أريد أوصلك إلى الزهرة من هاي الأبيات يقل على العلم حط درعاني وضميت لصدري والعمد جاني وخرت على وجهي من على حصاني اسمع وشفت امك وشافتني بلي يديك يقول شفت الزهرة ابو فاضل وشفت امك وشافتني بلي يديك ايش سوت لك الزهرة يا ابو فاضل اجت لي وشالتني عن الغبرة وضمتني وصاحت أمك هذا حسين جالك من كسر بعد شنو شفت؟ شنو شفت يا أبو فاضل؟ هذا حسين جالك من كسر ظهره وشفت لطمع لعين أمك يا أخوي حسين وشفت لطمع لعين أمك يا أخوي حسين لذا العباس اعتقد تلك المرأة الواقفة على رأسه أم البنين يقول يلي على رأسي وقفتي مكسورة الخاطر تولني لن يكون أنت أم البنين حنونة وإلى أولادك تحضري صاحت منها تهمل العين إلك دين يا ولاد إلك دين يا عباس أنا أم الحسن وحسين على حسين وحزني على حسين فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها فسر للمستودع فيها يا من اسمه دواء وذكره شفاء اللهم شافي كل مريض اللهم فك غيد كل اسير واستجيب اللهم من ارادنا بسوء فارد ومن كادنا فكر اللهم اجعل هذا البلد امنا وارحم امواتنا واموات الحاضرين فقهاءنا علماءنا شهداءنا خدمه الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحه مع الصلوات